السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني، إخباركم كل شيء بخير؟ نتمنى تكونوا كاملين تمام الصحة والعافية، كاملين بخير وعلى خير. معكم هشام من قناتكم الكرة المغربية بالدارجة. أولا إخواني كندعوكم أنكم تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر إعجاب، لأن القناة كتعرض لحملة شرسة. سبب ماشي باش يغلقوها، ولكن باش أنها تموت في المشاهدات. كنتلقاو بعض المخالفات على حقوق طبع النشر الكاذبة، لكن ولله الحمد فحنا كنتصدوا ليها لأننا ما كنسرقوا حتى شي حاجة. الهدف من هذه الحملة الشرسة اللي كتعرض لها القناة ماشي سبب الإغلاق ديالها، وإنما باش تطيح في المشاهدات وما تبقاش توصل للفئة كبيرة من الناس. لذلك كندعوكم للاشتراك بقوة في القناة ودعمونا عبر زر إعجاب باش الفيديو ينتشر والقناة تنتشر ونستمروا إن شاء الله. بشعار عاش المغرب لا عاش من خنه، ولا غالب إلا الله، والصحراء مغربية رغم كيد الحاقدين، نمر إلى أبرز العناوين. تعال الجزائر وشوف رزقك فين كيمشي. بصور الجزائر تقدم هدية رمضان لساندالستان. ضحايا الصنادلية يطالبون الحكومة الإسبانية بعدم الرضوخ لابتزاز الجلادين من جزر الكناري. أجيو الضحكو تبون كيعاود لنا نكتة جديدة. النظام العسكري الديكتاتورية الجزائرية يعتقل إرهابيا بعد أن أعلن عن وفاته في 2020. المغرب قلب وجهه على تركيا وتوجه لباكستان، وهذه هي التفاصيل. أكيد سيعاقبه النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري. خبير جزائري الفوسفات المغربية تميز بدرجة نقاء عالية. المحتجزين في مخيمات الدل والغبرة والعجاج حيحوا على بن بطوش بسبب الضربة العسكرية المغربية. الجزائر تهاجم بيدرو سانشيز بسبب موقفه من قضية الصحراء المغربية. تمرد خطير في مخيمات الدل والغبرة والعجاج بشهادة قيادي سابق بعد تعليق الاتصالات مع مدريد. في العرف الدبلوماسي ماذا يعني غياب المملكة المغربية عن جلسات تصويت بشأن أزمة روسيا وأوكرانيا لمن يتساءلون؟ وأخيرا الكشف عن السبب الحقيقي وراء اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء. بريطانيا تحذر العالم والجزائر بسبب الصحراء المغربية. القبض على ابن زعيم جبهة الصنادلية إبراهيم رخيص بسبب تهمة التزوير، علامة استفهام. المغرب يرد على الجزائر بشكل حاسم. الجيش يعبئ الجنود على الحدود الجزائرية وفرنسا تدخل على الخط. مرحبا بكم إخواني الكرام من جديد. إنقاذ غريق بغريق، ففي الوقت الذي تعاني فيه الجزائر وشعبها من نقص حاد في العديد من المواد الغذائية الضرورية كالزيت والحليب، والذي يتم تنظيم صفوف طويلة جدا من أجل لتر منها، وهو ما شاهده العالم عبر فيديوهات. أقدم أمس النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري على إرسال ما أسماه مساعدة إنسانية للشعب الصحراوي بين قوسين البوليزاريو. وقال في بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إن عملية إرسال مواد غذائية تأتي ترسيخا لقيم التعاون والتضامن الإنساني مع الشعوب الشقيقة والصديقة بحسب تعبير البيان، والذي أضاف بالحرف نقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي الصديق على متن 4 طائرات نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الجزائرية انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى باتجاه مخيمات الغبرة والعجاج بتندوفة. طالب ضحايا الجبهة الانفصالية بجزر الكناري. حكومة مدريد بعدم الرضوخ لابتزاز جلادي ميليشيات ساندالستان الذين أعلنوا أخيرا عن قطع علاقاتهم المفترضة بين قوسين مع الحكومة الإسبانية بسبب دعم الأخير لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وقالت الجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب إن قيادات بوليزاريو مطلوبون بالمثول أمام العدالة بسبب الجرائم التي ارتكبوها في حق ضحايا مدنيين، عوض أن يعلنوا مقاطعتهم لعلاقتهم مع الحكومة الإسبانية بسبب تغيير موقفها تجاه النزاع المفتعل في الصحراء المغربية وفق ما أوردته صحيفة لاراتونا الإسبانية. ووجهت الجمعية التي تضم الأقارب المباشرين لضحايا الجبهة الانفصالية ساندالستان البالغ عددهم 289 بين عامي 1973 و 1986 انتقادات شديدة لاجل ميليشيات ساندالستان بسبب احتقارها لضحاياها والتقليل من شأن الجرائم التي ارتكبوها ضد مواطنين أبرياء عزل. فضح النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري الفاسد نفسه بنفسه في مسرحية جديدة رديئة الإخراج بعد أن أجبر إرهابيا من بين السبعة الموقوفين المحتملين يوم 16 مارس 2022 على الإدلاء بتصريحات لقناة تلفزيونية جزائرية رسمية بإملاءات غبية من جنرالات قصر المرادية. المضحك في الأمر هو أن هذا الإرهابي هو رئيس اللجنة الشرعية لإحدى التنظيمات الإرهابية لسولي مدني والمعروف باسم الشيخ عاصم أبو حيان، والذي كان الجيش الجزائري قد أعلن عن مقتله مع قياديين بارزين في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامية خلال عملية عسكرية في منطقة وادي بوعياش قرب بلدة العنصر بولاية جيجل الواقعة في شرق الجزائر في دجنبر لسنة 2020. وأعلن أبو حيان في أول ظهور له منذ أن بعثه النظام العسكري الديكتاتوري حيا من جديد لتعتقله قوات الجيش، ثم يدلي باعترافات نشرتها وزارة الدفاع الجزائرية وبثها التلفزيون الرسمي توبته وأبدى ندمه على 28 عاما قضاها في النشاط الإرهابي، مدعيا أن هذا الإعلان نابع عن قناعة شخصية كانت قد تشكلت لديه قبل فترة من توقيفه. هذا وتساءل المراقبون للشأن الجزائرية، هل قتل أبو حيان فعلا في دجنبر 2020 أم كانت تلك مسرحية استعملها النظام العسكري الديكتاتوري القائم في الجزائر للكذب كعادته على الشعب الجزائري؟ أم هناك جنرالات بقصر المرادية لهم القدرة على إحياء الإرهابيين الذين سبقوا أن قتلوا في عمليات عسكرية أحياء من جديد؟ وقد بات معروف لدى الرأي العام الدولي العالمي أن النظام العسكري الديكتاتوري المفلس إثر تلقيه الصفعات والصدمات الواحدة والأخرى وحصده للانتكاسات يلجأ للكذب والمراوغة والترويج للمغالطات، ليس فقط عن من يعتبرهم أعداء مثل المملكة المغربية الشريفة، بل حتى على شعبه في محاولة لإخفاء الحقيقة والتمسك بالأوهام والأحلام التي ورثها عن النظام البومدياني البغيد الحقد. في خطوة مهمة من أجل تنويع مصادر السلع الأساسية والاستيراد، قامت رئاسة اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية بتعزيز شراكتها مع مجلس الأعمال الباكستانية المغربية. وكشف رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية عرفان إقبال الشيخ على أن من أبرز أهداف الشراكة تصدير المنسوجات ذات القيمة المضافة والفواكه والخضروات والسلع الجراحية والأدوية وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية والسلع الرياضية والمعادن إلى المملكة المغربية. ونبه عرفان إقبال الشيخ إلى أن العجز التجاري الثنائي مع المغرب بلغ قرابة 300 مليون دولار، والذي اعتبره رقما كبيرا عند تقييمه فيما يتعلق بإجمالية التجارة الثنائية البالغة 350 مليون دولار تقريبا. وعزز رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية عرفان إقبال الشيخ العلاقات التجارية بين الشركات ومن غرفة إلى غرفة، وإلى جانب المزيد من التفاعل بين حكومتيه لزيادة التجارة الثنائية بين باكستان والمغرب إلى الإمكانيات. وفي حديثه في اجتماع لمجلس الأعمال الباكستانية المغربية قال إن اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية كان المنصة المناسبة لتسيير الأمور في الاتجاه الصحيح لباكستان حسب ما جاء في بيان اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية.
صرح مدير الدراسات السابق بوزارة الطاقة الجزائرية والخبير الدولي عبد الرحمن مبتول أن المغرب يمكنه التوجه نحو الاستثمار في مواد باطنية أخرى، منها مجال فوسفات بالدرجة الأولى لا سيما في منطقة الريف، وهو ما يمكن أن يدل على وجود مخزون من المواد في المنطقة. وزاد مبتول حسب ما نقله موقع الطاقة الدولية أن الفوسفات المغربي يتميز بدرجة نقاء عالية جدا تتراوح ما بين 53 و 60% حسب الدراسات التقنية. وتبع من ثم فإن تكلفة تحويله لمواد تجارية لن تكون مرتفعة، خاصة أن أسعار الفوسفات ارتفعت مؤخرا في السوق العالمية على خلفية الغزو الروسية لأوكرانيا، إذ ارتفع إلى 160 دولارا للطن. وأظن أن هذا الخبير سيعاقب من طرف النظام العسكري الديكتاتوري الجزائري على هذا التعليق على المملكة المغربية. درونات المغرب وحل قيادات البوليزاريو. فحسب ما يوثق شريط صوتي مسرب، انتفضت سيدة تقطن بمخيمات الدل والغبر والعجاج تندوف على قيادات جبهة الانفصالية، وذلك بعد سماعها أنباء عن هجمات مغربية بواسطة الطائرات المسيرة. وحسب ما يظهر الشريط فإن المرأة كانت تتحدث بحسرة كبيرة وتهاجم بن بطوش بدعوى أنه أعلن هذه الحرب رغم عدم استعداده المسبق له، وأنه بدلا من الاستفاف في خنادق القتال يعكف حاليا على قضاء معظم وقته في الاستمتاع بأكل اللحوم الحمراء. وأنا أقول لك فليس بن بطوش من أعلن هذه الحرب المزيفة على المملكة المغربية، بل كابرانات الجزائر هم من يأمروه بذلك. وجهت الجزائر انتقادا لادعا لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بعد موقف الأخير الداعم لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء والذي طرحه المغرب. الهجوم الجزائري جاء على لسان المسمى لدى قصر المرادية بالمكلف بنزاع الصحراء والمغرب العربية عمار بلاني، الذي اعتبر في تصريح لجريدة الكونفيدونسيال الإسبانية أن سانشيز باع نفسه دون أن يحصل على اعتراف بما أسماها الوحدة الترابية الإسبانية، في إشارة إلى سبتة ومليليا المحتلتين وباقي الجزر المتنازع عليها بين المغرب وإسبانيا. ووجه بوبي انتقادات لادعة لما قام به بيدرو سانشيز مع المغرب منذ مارس الماضي إلى حدود الساعة، والتي بدأت بتغيير إسبانيا موقفها من قضية الصحراء المغربية وإعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي لإنهاء النزاع، وصولا إلى الزيارة التي قام بها إلى الرباط الخميس الماضي لوضع حد للأزمة الدبلوماسية التي نشبت بين البلدين لحوالي سنة كاملة. ويأتي الهجوم الجزائري على سانشيز بعد الزيارة التي قام بها الأخير إلى المملكة المغربية الشريفة، والتي جدد من خلالها موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية التي تقدم بها المغرب سنة 2007 باعتبارها الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع الإقليمي المفتعل من طرف الجزائر. في ظل القرار جبهه صندلستان الانفصاليه تعليق اتصالاتها مع اسبانيا بسبب موقف الاخير من قضيه الصحراء المغربيه، تسلط الضوء على وضعيه الصحراويين المحتجزين في مخيمات الدل والغبر والعجاج الذين يواجهون ظروفا صعبه قد تتعقد خلال الاشهر المقبله. وإلى جانب صعوبات مرتبطة بالإمداد الغذائي والدوائي في ظل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، من المرتقب أن يشكل قرار تعليق العلاقات مع مدريد عقبة إضافية أمام الوضع الإنساني للمحتجزين خاصة الأطفال والشيوخ. ووجهت منظمة الهلال الأحمر بمخيمات الدل والغبر والعجاج نداء عاجلا إلى المنظمة الأممية لمساعدة الصحراويين المحتجزين. وعلقت جبهة صندلستان كافة اتصالاتها مع الحكومة الإسبانية بعد التقارب السياسي بين مدريد والرباط على ضوء الزيارة الدبلوماسية الأخيرة التي قام بها بيدرو سانشيز إلى العاصمة المغربية للقاء جلالة الملك محمد السادس بخصوص مستقبل العلاقات الثنائية.
الباشير الدخيلة أحد مؤسسي جبهة صندلستان الانفصالية، قال إن القيادة الحالية في مخيمات الدل والغبرة والعجاجة ستفرض حصارا خانقا على المحتجزين بعد قرار تعليق كافة الاتصالات مع إسبانيا، مبرزا أن إبراهيم رخيص وقيادته يسعيان إلى كسب التضامن الدولي. وأضاف الدخيل في تصريح لها أن القيادة الانفصالية تعيش في الماضي ولم تدرك بعد حجم قوة الدبلوماسية المغربية بقيادة الملك محمد السادس التي عزلتها عن العالم، مؤكدا أن القيادة الصحراوية الانفصالية لا تتوفر على الشرعية وستواجه تمردا خطيرا خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأورد المتحدثة أن الشباب الصحراوي سيواجه عناد القادة الانفصالية بعد العزلة التي أصبحت تهدد المخيمات، خاصة أن الظروف داخل الرابوني مزرية وقاسية بسبب تداعيات جائحة كورونا والإغلاق الذي استمر سنتين، مشيرا إلى أن الجبهة ستشهد انفجارا خطيرا عما قريب. خلف قرار المملكة المغربية غيابه مرة أخرى عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة التي خصصت لتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية. تساؤلات كثيرة حول ماذا يقصد في العرف الدبلوماسي بشأن الغياب عن جلسة أممية، مع أنه يصب في مصلحة المملكة بالحفاظ أولا على مسافة أمان من الأزمة الروسية الأوكرانية، وثانيا استمرار الحيادة المبنية على مصالح الرباط مع موسكو لا سيما على مستوى قضية الصحراء المغربية والدور الذي تلعبه روسيا فيها على مستوى مجلس الأمن انطلاقا من رفضها الاحتكار الأمريكي لها. ويفسر غياب المغرب على أنه اختار موقف الحيادة والاكتفاء بالموقف الرسمي السابق من الأزمة عبر البيان السابق الصادر عن وزارة الخارجية. وفي هذا السياق يرى محمد شقيرة الباحث والمحلل السياسي أن موقف الرباط بالغياب مجددا عن جلسة أممية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية يتماشى مع الموقف الرسمي للمملكة المغربية من الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا ودعمه للوحدة الترابية والوطنية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. واعتبر المحلل السياسي في تصريح لها أنه رغم جل الضغوط التي مورست على المملكة المغربية إلا أنها تشبثت بالحياد ومبدأ عدم اللجوء إلى القوة في تسوية النزاعات بين الدول، وأن غياب المملكة المغربية عن جلستين أمميتين بشأن أزمة موسكو وكييف فهو نوع من عدم اتخاذ المغرب موقف قد يؤثر عليه مستقبلا في قضية الصحراء، خاصة أن روسيا عضو دائم بمجلس الأمن وتتوفر على حق الفيتو، ونحن مقبلون على جلسة خلال الشهر الجاري بشأن النزاع المفتعل. وأوضح شقيرة أن المغرب يتجنب الدخول في هذا الصراع ويهمه مسألتين اثنان، هي أولا أن روسيا عضو أساسي بمجلس الأمن ويمتلك حق الفيتو، وليس في مصلحته في الظرف الحالي أن يستدعي عداء أي طرف حتى ولو دخل المغرب في شنآن مع روسيا في هذه الأزمة، فأكيد سيكون هناك رد فعل مغير. وأشار إلى أن المغرب عنده مصالح مشتركة سواء مع روسيا أو أوكرانيا حيث يستورد منها مجموعة من الأشياء، وبالتالي ليس في مصلحته أن يدخل في هذه الأزمة التي هي في الأصل صراع بين قوى عظمى من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وقوى إقليمية روسيا والاتحاد الأوروبي. وبالتالي سبق للمغرب أن حدد موقفه الرسمي خلال بداية الأزمة بين موسكو وكييف، وسبق لوزير الخارجية ناصر بوريطة أن أعلن مساندة المغرب كل المبادرات والجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، داعيا كل الأطراف إلى دعم هذه المجهودات والمبادرات. تتعدد وجهات النظر حول الدوافع التي تقف وراء القرار التاريخي الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية والذي تم الاعتراف بموجبه بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية الشريفة على أقاليمه الجنوبية. وفي هذا الإطار أوضح الخبير الاقتصادي عمر الكتاني أن توفر المملكة المغربية على أكبر احتياطي عالمي من الفوسفات هو الدافع الأساسي لأمريكا إلى الاعتراف بسياسة المغرب على صحرائه، لأن مستقبل الصراع بين الدول سيكون على الغذاء أولا والطاقة ثانيا، معتبرا أن هذه مواد استراتيجية مهمة لكافة العالم. واعتبر الكتاني أن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على المملكة المغربية الاستثمار في الثروات المغربية
البحرية بالصحراء المغربية، لأن القوة الاقتصادية التي كان ينفرد بها المغرب من خلال ما يتوفر عليه من ثروات ستكون أمريكا شريكا فيها، مشيرا إلى أن هذه قوة استراتيجية وليس اقتصادية، لأن دول العالم عليها دائما أن تستهلك الخبز، ولهذا تريد الاستثمار في الفوسفات. قال تقرير حديث إن المغرب يتصرف بحزم متزايد مع جميع دول العالم في قضية الصحراء المغربية بما فيها الجزائر. وأكد التقرير الذي صدر الجمعة الماضية في لندن بريطانيا عن المجلس الأوروبي للعلاقات التجارية إن المغرب منذ اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادته يتصرف بحزم متزايد ليس فقط تجاه الجزائر ولكن أيضا تجاه جميع دول العالم الأخرى. وأورد التقرير الذي أعده الباحث الأمريكي أنطوني دوريكين في 17 صفحة أنه في مارس 2021 قطع المغرب التعاون الدبلوماسي مع ألمانيا، واستدعى لاحقا سفيره ردا على ما وصفها بالموقف الغير بناء لألمانيا بشأن الصحراء، والذي تضمن الدعوة إلى جلسة استماع مغلقة لمجلس الأمن الدولي بعد قرار ترامب. ويضيف التقرير ذاته أنه في أبريل 2021 دخل المغرب أيضا في خلاف دبلوماسي مع إسبانيا بعد قرار مدريد السماح لزعيم الصنادلية إبراهيم رخيص بدخول إسبانيا للعلاج من كوفيد بين قوسين. وكجزء من استراتيجيته بين قوسين سهل المغرب في بعض الأحيان عبور المهاجرين إلى الأراضي الإسبانية على الساحل شمال إفريقيا، وخاصة مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين. وفي نوفمبر 2021 يشير التقرير ألقى جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء المضفرة خطابا قال فيه بشكل قاطع إن السيادة المغربية على الصحراء لن تخضع أبدا للتفاوض، واصفا إياها بأنها حقيقة دائمة وغير قابلة للتغيير. كما حذر صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة من أن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية أو تجارية لا تشمل الصحراء المغربية، وهذا له أثر واضح على العلاقات المغربية الأوروبية وفق ما جاء في التقرير. طالب قاضي التحقيق المكلف بقضية دخول إبراهيم رخيص إلى إسبانيا موتول نجل زعيم البوليزاريو الوالي إبراهيم السيد مصطفى أمام المحكمة لمعرفة ما إن كان هو الذي قام بتسجيل والده بجواز سفر مزور في 18 أبريل 2021 في مستشفى سان بيدرو دي في لوغرونيو حسب ما كشفت عنه أمس صحيفة لاراسونا الإسبانية. وكان المحامي أنطونيو أولدريس قد سبق وطلب من القاضي موتول نجل زعيم البوليزاريو، كما كانت وسائل إعلام إسبانية قد أكدت في أكتوبر الماضية أن نجل زعيم جبهة ساندالستان دخل إسبانيا بشكل غير قانوني في 18 أبريل 2021 دون مراقبة جواز سفره في القاعدة العسكرية ساراقوستا. وبعد 5 أيام منحته وزارة الداخلية الإسبانية بطاقة إقامة سرية حتى 14 مارس 2026، وهي المعلومات التي تم تقديمها من قبل السلطات الأمنية في أراغون إلى قاضي التحقيق رافائيل لاصالا. فهل سيتم القبض على ابن زعيم جبهة ساندالستان بتهمة التزوير؟ شهدت المنطقة العسكرية الثالثة التي توجد شرق المملكة المغربية بمنطقة الراشيدية على مقربة من الحدود الجزائرية إجراء تدريب شرقي 2022 العسكرية بين القوات المسلحة الملكية المغربية ونظيرتها الفرنسية، الذي يعتبر واحد من أكبر التدريبات العسكرية المشتركة بين القوتين المغربية والفرنسية. وفي تفاصيل جديدة كشف عنها موقع إنفو دافينسيا المتخصص في الأخبار العسكرية، فإن المغرب عبأ في هذه التدريب العسكرية حوالي 2300 جندي، إضافة إلى العشرات من المروحيات العسكرية من نوع CH-47، في حين شاركت القوات المسلحة الفرنسية في هذه التدريبات بحوالي 200 جندي ومروحيات ومقاتلات من نوع EC-665 وتايجر وغيرها من المعدات.
وحسب ذات المصدر فإن هذه المناورات العسكرية انطلقت بداية مارس الماضية وانتهت في 25 من نفس الشهر، ما يعني أن هذه التدريبات استمرت لأكثر من أسبوعين، ويأتي تنفيذها في إطار مهام الدفاع عن الوحدة الترابية، ويهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط وتطوير التشغيل البيني التقني والعملياتي بين القوات المسلحة الملكية المغربية والجيش الفرنسي. وكانت مجلة القوات المسلحة الملكية المغربية في عددها الأخير قالت إن القوات المغربية قامت باستحداث منطقة عسكرية في منطقة الراشدية بالشرق المغربي وعلى مقربة من الحدود الجزائرية الغربية لتكون هي ثالث منطقة عسكرية في البلاد بعد المنطقتين الشمالية والجنوبية. وأضافت المجلة أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الجنرال بالخير الفاروق هو الذي ترأس مطلع شهر يناير الماضي بمدينة الراشدية حفل تنصيب قيادة المنطقة العسكرية الشرقية، وذلك بتعليمات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتم تعيين الجنرال محمد مقداد على رأس هذه المنطقة. ويأتي استحداث هذه المنطقة العسكرية في سياق متوتر مع الجزائر في السنتين الأخيرتين، كما أنه أتى بعد شهور من تواتر حادث بضواحي مدينة فيقيك في منطقة الشرق بين السلطات الجزائرية ومزارعين مغاربة طلبت الجزائر برحيلهم عن منطقة داخل التراب الجزائري بين قوسين كانوا يستغلونها في الزراعة. إخواني إلى هنا انتهت حلقة هذا اليوم، تمنى من الله سبحانه وتعالى لأنها تنال إعجاب ديالكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس، وما تنسوش كذلك دعمونا بزر إعجاب باش الفيديو يوصل للجميع. شكرا، إلى حلقة غد إن شاء الله.